مدينة الرستون 2/2/2014. السلام عليكم حجي. اهلا عمي، اهلين اهلين. حجي كنت تحكي لنا شوي الاوضاع بمدينة الرستون. لك اوضاع شو اوضاع يا عمي؟ بدنا نضل نحكي وبدنا نلف ونعجن لا مشان شو؟ حدا بده يساعدنا؟ ما في مساعدة، إن الله هداك هداك الله، بس إن بده شيء كون فيكون. شو هذا؟ على البناء احكي لك، طلع هذا النادي، هاي الدور. وين عائلة يا حرام، أطفال صغار لا عندهم بادي، لا عندهم مازوت، لا عندهم ربطة خبز. شغلة. طيب حجة، عم بصير قصف على الرسن شيء؟ والله قصف ما شاء الله، عندنا جيران الله لا يبارك فيهم، هذول كتيبة الهندسة. أطول بيجا وبضربوا كمان قذائف، رشاشات، كل شيء، دبابة ما شاء الله، علموا الطفل الصغير شو هي الدبابة وشو هي القذيفة. طيب حجة، شو بتوجه كلمة لحكام العرب للائتلاف الوطني؟ الله يصلحنا يا عمي، إن الله نحن لا عاد في حكام عرب ولا عاد في حدا. حكام العرب كل واحد ملتهي ببلده، كل واحد ملتهي بمضافته، ومين دول أجنبية يكثر خير الله، يكثر خير الله، يكثر خير ملك السعودية عم يبعثنا الإمدادات والمساعدات شوي، وقطر الله، دول الخليج إيه. أما كله لا، وين السودان؟ وين الجزائر؟ كلهم حرامية هذولين على شعبهم. طيب حجي، شو بتوجه كلمة لبشار الأسود؟ بشار يا أخي يحل عنا هاديني، حل عنا. لك يا أخي ما حدا في حدا بفهم بهالبلد إلا أنت يا بشبوش. بشار الكل ما حد بفهم إلا أنت. لك روح، عنا الدكاترة، عنا فهمانين، عنا كل شيء. وعم يحكي عن مدينة الرستان. لك مدينة الرستان بتر بعض الضار. لك لولا أهل الرستة شو بسوى بشبوش؟ نحن طلعنا ونحن اللي بدنا ننزل بأسطر ماية، بأسطر ماية بدنا ننزل. إن شاء الله يا حجي. يعطيك العافية حجي. أهلين يا عمي، أهلين. مدينة الرستان 2/2/2014.